بسم الله الرحمن الرحيم. من الفضل العظيم لكثرة الاستغفار يوميا، كم ورد وكم الاستغفار يوميا. تعالوا نشوف نبذة بسيطة عن استغفار الرسول والصحابة والتابعين. الصحابة يقولوا كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفار، وفي رواية 100 استغفار. يبقى الرسول له خمس مجالس في خمس صلوات 500 استغفار، ده غير استغفاره في بيته، غير في استغفار مع زوجاته، مع في السوق. يبقى الرسول كان بيستغفر كم مرة في اليوم؟ هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول ده نقول ايه؟ الرسول مش محتاج الاستغفار، ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب الصحابه مكحول جاء في الحديث كان اكثر التابعين استغفارا، ده واحد من كبار التابعين. فبيقول ما رايت احدا اكثر استغفارا من ابي هريره، سيدنا ابو هريره اللي كان ورده اليومي 12000 تسبيحه، كان بيستغفر ربنا كم مره. واحد من التابعين يقول اذنبت ذنبا فاستغفرت عنه ربي 100000 استغفار. واحد تاني كان ورده اليومي 40000 استغفار. دي نبذة بسيطة. تعالوا بقى نشوف المناقب العظيمة لكثرة الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لا يصيبك أي هم إلا ربنا يفرجه. ما تحصلكش أي مصيبة أو ورطة إلا ربنا ناجيك منها. راحة البال ونجاة من المصائب. وسعة الرزق ترزق من حيث لا تحتسب. كثره المطر، كثره الاولاد. شوف بقى الامام ابو حنيفه والامام حسن البصري وغيرهم لما كان بيخش عليهم الناس يسالوهم يشتكي، يعني واحد يخش يقول له انا بشتكي من قله الرزق، واحد يشتكي من قله العيال، واحد يشتكي لو عنده ارض ما بتطلعش زرع، يقول له اكسب الاستغفار، اكسب الاستغفار. فالناس تستغرب، هو انت ما عندكش حاجه غير الاستغفار؟ قال لهم الم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: يا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى دي كثره المطر، يمددكم باموال كثره الرزق وبنين كثره الاولاد، ويجعل لكم جنات كثرة الزرع، ويجعل لكم أنهارا، لو النهر ما بيفيضش الأنهار تفيض، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى الإنسان اللي ما بيستغفرش كتير لا يوقر الله سبحانه وتعالى حق التوقير، قد خلقكم أطوارا. فمش كده، هو شوف عبد الله بن عباس بيقول ايه: إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب. إن الحسنة نور، إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والعياذ بالله، وضعفا أو وهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الناس أو في قلوب الخلق والعياذ بالله. شوفوا يبقى الاستغفار بيعمل إيه؟ الاستغفار بيكفر السيئات ويزود الحسنات، وبالتالي يبقى وشك منور وقلبك منور، يبقى عندك بصيرة وناس تحبك، ويبقى عندك صحة قوة في البدن. غير لو بتستغل، لأن الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يفعله، يبقى الرزق نازل ويتمنع. لذلك كثرة الاستغفار كل يوم تمحي الذنوب. ربنا خلقنا عشان نغلط ونستغفر، هو هو اسمه الغفار ليه؟ المشكله بس عبد الله روى ان عبد الله من حديث عبد الله بن الزبير: من سره او من احب ان تسره صحيفه اعماله يوم القيامه فليكسب الاستغفار. لو عايز يوم القيامه اول ما تشوف الصحيفه بتاعتك تحس بالسعاده والهناء، اكسب الاستغفار، تبقى منوره كل صفحه، تبقى منوره بكسر الاستغفار فيها. فليت نغسل الاستغفار كل يوم، نستحي كل قول هذا. استغفر الله.